بعد شهر اخر ايام اشيل بالزراعه بعد. طب خليك ليش ما نتفش وبشرب؟ لا 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 لا، احنا اتفقنا بتزوج اعزم الباقيين ثم نجيب عيال اول. اخوي ما بولدي اذا لقيت سيارته بطارق. اي والله تصدق؟ شكله ذا ولد الدبيه، شوف خديداته، اكج عبوج انا عبوج انا. هذا ولد الاولى يا رجال، شوف حتى نفس صوته ونفس غثاها. اي والله تصدق، شوف حتى نظراته قشره. اجل دام ولد الاولى حتى. خذه خلاص ما عاد نبي. ماشي اسم مديرك؟ ما ادري عنك، شوف هذا رجل العمل الاول جايك اساله. ما قلنا لازم تصريح لاي موظف يجي معه بزرينه؟ ومن قال لك ان هذا بزري؟ هذا ولد ولد اختك، ولد خالتك، ولد جيرانكم، ما تفرق معي. هذا ولد مديرك. اها اشوفك سكتت الحين يوم قلت مديرك. طبعا هذه احترافيه في العمل، يعني مديرك حصانك، اذا صنت صانك واذا خنت خانك. ايش رايك فيني؟ الفتها الحين. ايش اللي حطيت بدل لسانك مديرك؟ هاي خرف عليك بس. اي صحيح، عندك مانع؟ ما شفت مديرك؟ ما قاعد اسالك بعد. راسك شيء على الاصول. سلم سلم. ها كيف؟ الله، هذه قهوة ام وليد، هذا القهوة اللي يقول لك ليه منك نويت انك تعدل ال... وجاك في اللي وانت رايح من عند ال... ايش تبي بالضبط انت؟ ما ادري بس يا اخي القهوة زينة والله. زينة ها؟ من زينها بتخليني اسحب على ام التصوير اليوم. بتستغلني يعني؟ لا هو انت قهوتك مي بزينة. مين اللي يستغل الثاني؟ يا حبيبي انت اللي قاعد تستغل وجهي هذا المنير وتحطه على البوستر عشان تعلم الناس ان وظيفتنا وناسه وفله. انت اكثر واحد ما يقدر يقول وظيفته مي بوناسه. شوف شوف شلون جالس، شوف ايش قاعد تسوي اصلا. يا ابوي انا قاعد اشرب قهوه عشان افك الصداع ذا اللي يجيني منكم، من خياسكم، من المكان الخايس هذا اللي مشتغل فيه. اوكي على كذا ابيك تخلص لي هالترمس عشان تجي التصوير وانت رايق. حبيبي التصوير ما نبي مصور، شيء مو بعقدي ما راح اسويه. ايه كويس. تدري وش اللي مو بعقدك بعد؟ ايوه الكرسي هذا. خذه يا ابوي فرحه بكرسيكم، خذه خذه ما بيه، انزل بيع بالحراج. ساعة تقول قصيدة. كيف؟ وجع، وش ذا؟ شكرا. من متى ترى؟ هذا عشان التصوير اليوم. لا يا شيخ، احنا عندنا اعلان لتوظيف ناس في السوبر ماركت، مو مذيعين في ام تي في. حبيبي نفس لبسك بس يكون نظيف ومرتب. وضحت الصورة؟ سعيد؟ ايش قاعد تسوي؟ سعيد خير ان شاء الله؟ ما ظاهر بطنك بياخذ ذا كله؟ الا يا رجال بياخذ، بس هذه ما هي بلي، هذه للعرس. ايش عرسه؟ اخ انت ما تدري ايش السالفه؟ عيال عمي جايبين هالصناديق المشروبات وطلعت حاره، قلت ابد الحل عندي. قصدك الحل عند السوبر ماركت؟ يا رجال ايه عند السوبر ماركت، انا ايش سويت؟ قلت اخذها وبدلها طال عمرك بشيء بارد من الثلاجه، قلت هذه اخليها في المستودع. خذ خذ تساعد مساعد، حطها حطها. كمبيوتر لي ساعة طالع من كل شو بدورك من مفاتيحي وانا قاعد ادورك من يوم بعد. خذ هذا مو ضرب عليك. هي لقيتها منطور على المرتبة اللي ورا في سيارتنا. اوه المفروض راح اطلع مليون. جيب جيب الحق 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 على السيارة. وين السيارة من هنا ابو طالب؟ الحين تعرف محل فاتحي طعم هالبزر؟ اي في مستوصف هنا قريب 24 ساعة. اي طيب وش رايك تنقز انت؟ لا لا بس قفلوه يا شيخ، يقول لك كل اللي فيه ماتوا ولا برهم مضروبة. طب جيبوا 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 على السيارة معي. بعد هلا ابو مرضي. اهلين. هلا سعيد. ها جهزت البقلاوة؟ احلى بقلاوة تخدم شواربك وشوارب ابن عمك. ذوق حبيب قلبي انت. الله يقرفك، والله ما اسلمها ولد عمي لو تخمس. طبعا
طبعا انا بس كنت بختبر ذوقك. هاي بقلاوة ابن عمك. امانة الله كيف؟ في فرق بس بايخة. مظبوط، لانه انا قاعد بختبرك للمرة الثانية. هاي بقلاوة ابن عمك. الله يا ابو مرضي الله، كيفني معاك؟ رائعة والله انك بتفهم وذواق. انا قاعد طول اليوم اشتغل لك فيها هاي. والله انك نصاب وما تستحي على وجهك، قاعد تلعب على الناس. هالمرة انا اللي كشفتك. ها بايخة زي وجهك. كفشتني سعودي انت. والله بصراحة يا سعيد ما فضيتش، اخذتني الغفوة هون ونسيت اعمل لك البقلاوة. بس من عيوني هسه بعمل لك احلى بقلاوة تخدم شواربك وشوارب عريسنا. لا يا حبيبي، هالمرة انا اللي بظبطها، وانا اللي بحاسب اول شيء عشان تطلع اوكي. يا زلمة عيب هالحكي، شو بتحكي انت قاعد؟ الله يسامحك. ايه خذ بقلاوتك روح.